رغم أن الهواية أخذتها لعالم الدراجات الهوائية من بدري، ولكن الحماس الحقيقي بدأ بعد ما تأثرت باللاعبات السعوديات اللي احترفوا في هذه الرياضة للحد اللي صارت فيه قادرة بأنها تخوض السباقات وتحقق مراكز متقدمة على مستوى المناطق. سدرة الشريف منورة ساعة شباب. أهلا وسهلا سدرة. أهلا، تشرفت بصلابتكم. بالعكس واجبنا، نحن تشرفنا فيك وألف مبروك يعني صراحة على هذه البطولات. ولكن بالنهاية كلنا نحب الدراجات ونحن صغار، ولكن نوصل لمرحلة حقيقي ما نكمل. ودي أعرف إيش الحماس اللي خلاك تكملي في هذه الرياضة. أوكي، طبعا أول شيء يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف بدأت؟ أنا في البداية كنت أشوف الناس يطلع في الكورنيش يتمرنوا زي كذا، كنت مرة نفسي أتعلم، كنت مرة ما أعرف أركب دراجة. فبس بعدين الحمد لله لقيت بريف سايكلست، هذا فريق نسائي، رحت معهم الحمد لله من أول مرة تعلمت معهم التوازن من الصفر. فمرة انبسطت. فبعدين ثاني تمرين على طول طلعت معهم 100 كيلو، كنت أقول مرة أنه حلو زي كده. طبعا مرة تحمست، ما حسيت بالوقت، ما حسيت بالمسافة ولا شيء، حسيت كده أنه إحنا فريق واحد كلنا بنساعد بعض كده، كله ضحك وما حسيت من جد مرة بالمسافة. فبس طبعا من ذاك الوقت حسيت أنه ما شاء الله، حسيت نفسي أني قوية في الدراجة، ومرة انبسطت بدي للخرجة وزي كده. فبس من هنا قلت خلاص لازم أنا أبدأ، لقيت شغفي في الدراجة. يعني الموضوع لما نشوفه نلاقيه سهل، بس لما يوصل بطولات هذا الموضوع يحتاج التزام كبير جدا. فودي أعرف يعني كلميني كيف دخلتي هذا العالم بشكل احترافي. أوكي، طبعا أنا دحين أخذته على شكل يومي، إن خلاص أخذت روتين من يومي قاعدة أنبسط فيه، ما حسيته شغل وزي كده. فخلاص قاعدة كل يوم أتمرن، بأكل كويس، أحاول، وإن شاء الله أحقق مراكز في الجايات إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وعادة يعني كم المسافات اللي بتقطعوها؟ لأني بسمع يعني صراحة أرقام خيالية جدا، وأقول بيني وبين نفسي مستحيل أقطع هذه المسافات خصوصا بدراجة هوائية. طبعا دحين التمارين اليومية يكون 50-70 كيلو. بس في الشهر يمكن نطلع مرتين 100 كيلو. تكون تقريبا في 4 ساعات زي كده تكون تقريبا. ما شاء الله. وبدون ما توقفوا أربع يعني 100 كيلو متواصلة، 4 ساعات متواصلة، ولا بيكون فيها بريك؟ بريك يمكن بس ربع ساعة، 10 دقائق، وعلى طول نكمل. ما شاء الله. يكون ورانا سيفتي كار، اي احد تعب طاح لا سمح الله، على طول كلنا نساعد بعض. طب قبل اي منافسة سباق او بطولة بتحضري لها، يعني ايش التجهيزات اللي بتصير قبل هذه المنافسة؟ طبعا اول شيء اتجهز نفسيا ومعنويا، احس اني لازم ارفع اسم الاهلي، وارفع كده احس اني واثقة بنفسي، واثقة من مستواي وانا بدال العمر. فكذا لازم التزم بالتمارين، اكلي دائما اخلي نفسي مبسوطه في التمارين، مره ما اشيل همها. لما اشوف نفسي متطوره دائما احس نفسي اني قاعده اتطور اكثر واكثر. الله عليك، ونحن كمان فخورين فيك مره سدره. طيب على سيره الدراجات، يعني اتوقع ان اغلى شيء في عند المتسابقين بتكون هي الدراجه، فكلميني عن هذه المواصفات في هذه العروسه اللي معانا اليوم واللي بتساعدك ايضا في هذا المشوار. طبعا دراجتي يعني انا ما اخذتها على حسب مواصفات السباق اللي انا داخله فيه، يعني مثلا هذه دحين الدراجه رود، هذه للسباق الطريق. وفي دراجات ثانيه، انواع ثانيه، في الجبلي مثلا، هذه الجبليه للطرق الوعره، اي اللي تكون كفراتها اعرض. أيوة. صح، وتكون ثقيله، بس هذه في نفس الوقت تساعدك في اللياقه مره كثير. والهجين مثلا تخرج تمشي فيها زي كذا، يعني تكون مره ممتعه كذا، خرج عائليه تخرج بيها تنبسطي. انا حبيت الالوان صراحه. حلوة ما شاء الله تبارك الله. طب خلينا نتكلم عن مشاركاتك في السباقات اللي راحت، وأيضا المراكز اللي حققتيها. أنا شايفة ميدانية اليوم. هذه أخذتها في سباق الباحة، كان تقريبا قبل شهرين. كان السباق مرة حلو، كان مرتفعات، طبعا كان أول سباق لي جبال وزي كذا. جبلي إيه. أيوة، فأنا شوي انصدمت في البداية، بس الحمد لله حققت مركز ما شاء الله. وكمان شاركت في سباق جدة، أخذت المركز الخامس. طبعا من هنا أنا بدأت أحس إني قاعدة أتطور مرة، فأنا قلت لازم أشد حالي. بديت تحسي مسؤولية عليك. أيوة. كبيرة. بس أنا كان شيء موضوع واحد اللي مو دائما يخليني أشارك، إنه الفئة العمرية.
ما في فئات كثير عمريا، في سباقات زي بطلة المملكة ما قدرت أشارك فيها، فوق 18 لأنك صغيرة. أيوه أي. وكمان برضو الأولمبيات ما قدرت الصراحة، كان مرة نفسي كنت جاهزة ومرة خلاص كده، بس الحمد لله. بس هذا يعطيكي دافع أكبر أن لسه عمرك صغير ما شاء الله تبارك الله، ولسه عندك وقت تحترفي أكثر في هذا المجال وتتمرني أكثر وتعطي أكثر، وإن شاء الله في يوم من الأيام وقريب جدا بعد 3 سنين بيجي الوقت أنك تشاركي في هذه البطولات، وإن شاء الله يعني تكوني جاهزت لها وتاخذي المركز الأول، مو بعيد عليك أبدا. طب أيضا شاركتي في سباق جدة وأيضا شاركتي في سباق الباحة، ودنا نعرف إيش الفرق لما مثلا تتغير البيئة عليك، أو مثلا كان سباق الباحة جبلي وسباق جدة كان عادي صح؟ فإيش الفروقات؟ فطبعا هنا جدة احنا متعودين على الحر الرطوبة، فكان خلاص أنا متعودة عليه وكان طريق مستقيم، بس كان شوية هو هوا، بس أنا خلاص اتعودت فكان سهل علي. بس الباحة رحت هناك الجو طبعا يختلف، الصعود مرة أصعب يكون، طبعا احنا بجدة ما عندنا يعني ما كنا نتدرب فيها كثير، بس الحمد لله يعني كان كويس. هل في مشاركات لك قادمة في الفترة الجاية بتحضري لها؟ إن شاء الله في دوري نسائي حيكون في ديسمبر، إن شاء الله حشارك فيها إن شاء الله بإذن الله. طيب لكل دراج أو بايكر بتكون يعني عنده طموح في رحلة بعيدة جدا، تودي أعرف صدرة وين حابة أن دراجتها توديها؟ طبعا أنا حابة مرة أكون بطلة المملكة، وإن شاء الله يكون شيء قريب إن شاء الله، وكمان الأولمبياد حابة أشارك مرة فيها. وطبعا أشكر وزارة الرياضة والاتحاد السعودي إنه خلى في فرص لجميع الأعمار إنه يقدروا يشاركوا في ده الشيء ويحققوا طموحهم. أكيد طبعا نوجه لهم تحية كبيرة. طيب مثلا هل واجهتي صعوبات أثناء مشاركتك في السباق، أو مشاكل مثلا ما قدرتي تتخطيها؟ حكيني أعطي تفاصيل. مثلا يعني في سباق كان في جدة برضو، كان الكرسي حقي مو ما كان مربوط كويس، فنزل علي في نص السباق، اضطريت اني اكمل بي، وكان مرة طبعا شيء مو كويس. بس الحمد لله جبت في ذاك السباق 9، يعني كنت اطمح اني اكون افضل. من جد يعني هذا ياخذني لسؤال بالنسبه للصيانه، لو خرب عليك شيء في الدراجه وسط السباق هل تقدري تتعاملي مع الموقف بسرعه تصلحيها، ولا بيكون معك فريق يعني اثناء السباق؟ ايوه في فريق معانا صيانه اقدر كنت اكلمهم، بس يعني انا خفت الصراحه اوقف اضيع من الكوكب الاولى، والصراحه كان مره نفسي اكمل السباق. لا دقيقه اشرحي لي اكثر وش يعني الكوكب الاولى. طيب الكوكب الاولى احنا نكون مثلا مجموعه بنات، هذول اللي يكونوا متقدمين في السباق المتصدرين. أيه؟ فاحنا نكون كذا كوكبه واحده، وكل واحده يعني تساعد الثانيه، تحاول ان تساعد الثانيه. طبعا حيكون في فرق، تساعد الثانيه ولا تتعدى الثانيه؟ تتعدى وتساعد يعني احنا. أيه؟ كفريق يعني. أيه؟ احنا الاهلي ان شاء الله لو شاركنا حنحاول نساعد بعض في السباقات. وبس انه الكوكبه الاولى انه حيكون المتصدرين، في واحده في انه تسرع وفريقها يحاول يلحقها، فاحنا نقوم لا تجاوزهم في السباق كذا مره متعه. وطبعا كل سباق شاركت فيه ساعدني مره في اشياء كثيره، تعلمت مره اشياء كثير منه. فهنا انت اذا صار لك خلل لا سمح الله تفضلي الانسحاب؟ لا. ولا تعمل صيانه وبعدين ترجعي، ولا تكملي؟ أكمل. بدون صيانه هذا خطر عليك. هو خطر بس يعني شيء بسيط الكرسي، بس انه لو سمح الله كان كفر تنزيل هنا انا حضطر اوقف. بس ان شاء الله ما تصير دي الاشياء، وحنكون احنا حذرين ان شاء الله باذن الله. وخلينا اسالك شويه عن الدراسه ونطلع عن مجال هوايتك في الدراجات الهوائية، إيش ناوية إنك تتخصصي في الجامعة بإذن الله؟ صراحة أنا لسه ما حددت، بس حابة إني أتخصص في مجال الرياضة عشان هو شغفي، شغفي مرة إني حابة أتطور فيه مرة، إنه بدأت من عمري الصغير هذا وأنا شايفة مستواي مرة كويس بالنسبة لإنه المستوى اللي هنا. فإن شاء الله إني أدخل فيه وأنجح فيه وحكمل دراستي إن شاء الله، حيكون شيء جانبي طبعاً الدراجة، أهم شيء الدراسة. أكيد طبعاً أهم شيء الدراسة، ولكن ما فكرت أنك كمان ممكن تتعلم رياضة جديدة بجانب رياضة الدراجات الهوائية؟ أيوة طبعاً أكيد. أنا جاتني فترة لما حسيت أنه ما في دعم شوية في الأعمار وكنت شوية مظلومة في ذا الشيء، طبعاً ما وقفت، دخلت في رياضة التنس ورفع الأثقال وبرضو البوكسينج، فكان يعني في هوايات تانية بس كانت أهم شيء عندي الدراجة. جميل، ونحن نتمنى نشوفك بطلة المملكة إن شاء بإذن الله يا رب. قريبا في الدراجات إن شاء الله. الهوائية نورتينا وشرفتينا اليوم سدرة، ويعطيك العافية أكيد كل التوفيق. شكرا.
مشاهدينا بكذا وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهر على الشاشة، وأكيد من فريق ساعة شباب ومني أنا لمياء غالب كل التحية. أشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة، فمان الله.